في هذا الفيديو راح أحكي لكم عن جامعة اسطنبول المدنية Universitesi اللي بتقع بمدينة اسطنبول، حتى نفضل على امتحان اليوز، ومن خلال امتحان اليوز راح يتم قبول الطلاب. هلا بداية كيف في تسجيل عليها؟ طبعا هذا النمط شبه متعودين عليه، بسيط جدا، ولكن في بعض الملاحظات كثير مهمة بالنسبة لتسجيل على الامتحان. بداية هون رح نحط الايميل ونحط الكود اللي امامنا هون، نحسبه لهدول نجمعهم. هلا انا مسبقا عملت حساب، رح انسخه، ادخل عليه مباشرة. بعد ما جينا الحساب على الايميل، تمام، بننسخه وبندخل عليه، بعدين العملية، بعدين اعطي قرش. هلا هون اعطينا هون ملاحظة، هون الملاحظة الأولى عم بقلنا مكان الامتحان إذا بدنا إياه باسطنبول لازم نضع رقم 1، إذا بدنا إياه ببوسنة لازم نضع 2، إذا بدنا إياه بنيجيريا لازم نضع 3. الملاحظة الثانية واللي هي إنه لازم نختار تخصصنا اللي بالشهادة، ساينسيا اللي هي علمي، أو سوزال اللي هي أدبي، يا أما معدل مشترك إشيتا أغلق نضع 3. هلا الملاحظة الثالثة ما فهمان بشكل جيد أنا. لتشريليك سراسي دولموش سيناوس موش بلجلاري، بس إنه حسب الشي فهمته أنا، تمام، إنه ننتبه على الشهادات الموجودة عنا ما تكون منتهي المدة، لأنه رح تكون غير صالحة، تمام. هذا الواضح من هاي العبارة. نضع التالي، طبعا نختار أجنبي أو سوري، تمام. طبعا هذول الخيارات ما لنا فيهم، مثلا أجنبي، تحميل الصورة الشخصية، نحملها، نعطي تحميل، تحملت. بعدين نضع رقم جواز سفر أو الكمبليك، بعدين اختار الكملك او جواز سفر، بنعطيه كمان تحميل، بعدين الاسم، الكنية، بعدين اسم الاب، اسم الام، مكان الولادة، بعدين تاريخ الولادة، ذكر انثى، الجنسية، نختار بالولادة إذا كان في جنسية تانية من هون بنختارها. بعدين هون شو مطلوب منا؟ بانكا دوكونت نو، وهون مطلوب منا نحمل الوثيقة. هلا بنجي ل الجامعة حتى نقرأ الملاحظات مع بعضنا. هلا هاي التقويم، المواعيد إمتى المفاضلة والنتائج والاحتياط، والمفاضلة الثانية إمتى وكذا. عفوا، هون التقويم بشكل عام للنظام المفاضلة والنتائج الاحتياط، تمام، وموعد تاريخ اللغة الإنجليزية تبع الامتحان اليترليك. هلا هون الملاحظة، أول ملاحظة، اللي بدي يسجل على الجامعة لازم يكون أول شيء مخلص بكالوريا أو هو عم يدرس بكالوريا، هي أول ملاحظة. الملاحظة الثانية، شوفي عندنا هون كمان، حتى الطالب يحسن يفاضل بالجامعة لازم يدخل على امتحان الجامعة، تمام، زورون. بعدين لازم أقل شيء يحصل الطالب على 40% بالامتحان حتى يحسن يفاضل على الجامعة. بعدين الجامعة بتقبل بامتحانات تانية مثل السات، مثل AJT، مثل هذا الامتحان أيضا، وهذا الامتحان، وهذا الامتحان. بالنسبة للمفاضلة من هذا الرابط، هو نفسه هذا الرابط اللي أنا فاتحه. بعدين شوفي عنا هون عم يقولوا لنا إنه نعبي المعلومات، كل شيء سلبي الجدري وإلى آخره، وندخل الملفات PDF أو صيغة تانية، تمام. بالنسبة لعدد الرغبات، أقل شيء أكثر شيء 5، تمام.
هون عم بيقولوا انه بامكانكم اختيار المكان اللي بدكم اياه من اجل الامتحان. طبعا الامتحان هو ماجور قيمته 50 ليره تركي من خلال زراعات منقصه، وهذا رقم الحساب تمام، وهذا الشيء بندفعه. بالنسبة اللي راح يسجل من خارج تركيا راح يدفع 10 دولار تمام. بعدين هون بتجينا المقاعد الدراسية الفرع تمام، وعدد المقاعد الخاصة فيه. هلا هون كاتبين هنا رموز سيناو باشرو ألانا، بس أنا ما فهمت شو معناتها هيدي الرموز، على شو بترمز. ها تمام وصلت. هلا اللي مكتوب السوز معناته السوزال اللي هي الأدبي تمام، يعني طالب الأدبي بيحق له يقدم على هذا هي الأفرع مكتوب عليها سوز. أما إي آ تمام، هاي إشي أغرلت، وهي المشترك بيحسن يقدم عليها اللي شهادته مشترك. ساي اللي هي سايسيال اللي هي العلم، يعني هون موضحين الأدبي والعلمي والمشترك شو بحق لهم يقدموا أفرع تمام. هاي عدد المقاعد 285 طبعا. هاي بشكل عام جميع الملاحظات المهمة حول الامتحان. وطبعا فيه هون عدة أشياء وملاحظات حول الجامعة بإمكانكم قراءتها بتمام. هلا بنروح لسيستم التسجيل. طبعا هون راح احط رقم الوصل الدفع، بعدين بنحط تاريخ وصل الدفع، وبنحمل وصل الدفع ونعطيه تحميل. بعد ما يتحمل وصل الدفع نعطيه موافق. هلا بنطلع على الخطوة الثانية. طبعا هلا هون شو صار معي مشكلة، انه الجواز السفر او الكمنيك بدهم اياه حصرا بي دي اف، فلهيك رح حمله بي دي اف. هون بالزاوية اليمين جار التحميل، ننتظر حتى يصير 100% حتى يتحمل الملف. بسبب بطء الانترنت هيك صار. هجرب نزل ملف آخر بلكي يكون أخف حجم، لأني أيضا كمان حجم الملف بيلعب دور. تمام تحمل. هلا هون كمان نحمل وصل الدفع، نعطي تحميل. هلا تم تحميل الصورة الشخصية، جواز سفر أو الإقامة أو الكملك، بعدين وصل الدفع. هلا بنعطي التالي. شو عم بيقلنا؟ ماوي كارت، ماوي كارت موجود يسا. هلا هون مو شرط، ولكن عم يجبرنا انه نحنا نحطه. هلا هون انا شو عملت؟ هلا هن قايلين انه ماوي كارت يوكلا، ولكن ليس اجباري، ولكن انا ما عم اعطي حفظ الخطوة الثانية ما عم يتخطاها، فانا راح انجبر بضغط هون حتى اتخطى المرحلة. هلا هون لازم اضع عنوان البيت، الكود البريدي، بعدين المدينة، بعدين الدولة، بعدين رقم الهاتف، بعدين راح اعطي التالي. هلا هون معلومات السنوية، تحميل الشهادة، بنحمل الشهادة، بعدين كشف العلامات. طبعا يكون الكل مترجمين للغة التركية. بعدين اسم السنوية، بأي مدينة، بأي دولة، كم سنة دراسية، هون نوع التخصص أدبي ولا علمي، متى بدأت السنوية، متى انتهت السنوية، بعدين نظام معدل، بعدين نظام المعدل. طبعا هاي شبه معلومات انه شبه حافظانينا، لهيك انا قلتها بشكل سريع. بعدين نعطي التالي. هلا الخطوة هي اللي حنطلع عليها واللي هي مهمة جدا. طبعا انا معبيهم من قبل.
راح احذفهم كل ما يوضح لكم الشرح. تمام، هاي الخطوة هيك راح نوصل لعندها. راح نختار اول شيء، بنروح على سناب يب ترجيح، نضغط عليها. طبعا احنا بدنا اياه وين ببورصة، فراح نختار رقم 1. تمام، بعدين نعطي إكلا. اوكي، هلا اخترنا مركز الامتحان. بعدين شو راح نختار؟ الان ترجيح، نوع الشهادة ادبي علمي ولا مختلط. طبعا مثلا مختلط لنفترض ان شهادتي ادبي علمي، بعطي إكلا. هلا بالنسبة لطلاب الاتشيكولات والله اعلم، تمام، انه لازم يختاروا الخيار الثالث اللي هو اشيت اغلق، اللي هو فيه الادبي والعلمي. ان كان الطلاب شهادتهم علمي او ادبي فواحد او اثنين، طبعا الواحد العلمي، اثنين للادبي، ثلاثة للمشترك. بعدين نعطي الخيار التالي. طبعا هلا هون هذا الياكاسي نحن هذا ما دخلنا فيه. هلا هون شو عم بقول؟ سنوبل جيلر. طيب رح نختار هاد. من هون شو عم يقول لي؟ انه نختار اول خيار، ولكن اول خيار نحن ما دخلنا فيه، يعني ما حنحسن نضيف اي شيء فيه. ولكن انا راح اتخطى مباشرة للمرحلة اللي بعدها، راح اختار تخصص واحد لنفترض، هون اسم الكلية، بعدين هون التخصصات، راح اعطي هون صح، بعدين اعطي اوكي، هشوف راح يقبل الطلب. للأسف ما قبل الطلب، حتى نحمل ماوي كرت يوكلا. حتى نتخطى هذا الشيء راح احمل انا نحمل الكملت مرة تانية، كل ما اللي يبين عندهم ان نحن اجانب. تمام، طبعا هذا الماوي كرت قصته قصة، ما بحثت انا كتير عن الموضوع، ولكن نحن الاجانب ما عنا ماوي كرت. هلا عم حمل انا اي ملف بي دي اف، تمام، حتى السيستم يتخطى. راح اعطي اوكي. طبعا عندنا مشكلة تانية اللي هي لازم نعبي هاي المعلومات. طبعا هلا بالنسبة لهاي الفكرة تمعنت فيه كتير، وحاولت اني افهم شيء من موقع الجامعة والمعلومات اللي ناشرتهم، وراح اقول لكم حسب الشيء اللي فهمته. تمام، هلا هون بهذا الخيار راح نختار هذا الخيار لانه جباري عننا، ما فينا نتخطى ابدا الشرط، واللي هو الترجمة الحرفية له انه الشيء يقابل او يعادل، تمام، امتحان القبول الجامعي تبع الاتراك اللي هو اي كي سي، شيء مقابل له راح نحط. تمام، ولهون كمان الجامعة حكي انه تقبل بالشهادات هاي، يعني احنا قدامنا بهذا الخيار ما نضع غير خيارات السنوية، فليك راح ادخل انا خيارات السنوية، يعني غير هيك احنا ما فينا نعمل اي شيء. للتأكد اكتر للمهتمين يعني بالموضوع يتواصلوا مع الجامعة لا يسألوا اكتر. طبعا هون تاريخ الامتحان السنوية اللي دخلته، هون نوع الامتحان سنوية، هون المعدل، نظام المعدل من قديش، التخصص علمي او ادبي، تاريخ الامتحان، والدولة اللي قدمنا، الدولة اللي قدمنا فيها الامتحان، بعدين نعطي اضافة. هلا هيك نعطي التالي، بعدين نعطي تمام، بعدين نعطي اوكي، تمام، بعدين نعطي كريدت. هلا هيك بيكون تم التسجيل. بعد عدة ايام بهذا المكان بيكتبونا المفروض اونلاين اذا كان شغلنا وجميع المعلومات اللي دخلناها صحيحة. هلا فقط ملاحظة، انا لما عم ادخل اعمل اي مقطع فيديو انا ما عم جهز له من قبل، تمام، مباشرة عم ادخل وسجل فيه، يعني مثلكم عم اشوف معلومات جديدة
تمام، وكتير معلومات يعني متغيرة عن السنة الماضية بالنسبة لهي الجامعة. السيستم بهي السنة يختلف كل الاختلاف عن السنة الماضية، لهيك أحيانا عم وقف الفيديو لحتى أتأكد المعلومات أكثر، حتى أشرح لكم إياها كرمال ما نوقع بالخطأ، وكرمال أي تفاصيل أنا حكيتها أو ذكرتها للمهتمين أكثر يحاولوا يسألوا ويستفسروا، لأنه أنا كمان ممكن أخطأ. بتمنى لكم كل الخير وكل التوفيق، شكرا كثير للمتابعة، وإذا حدا سجل وتم التسجيل بنجاح كتبوا له ونايلاندو يخبرنا من خلال التعليقات حتى بقية الطلاب يشتغلوا صحيح، وشكرا.